أهلنا الطيبين الزينين داخل وخارج الوطن الحبيب، مرحب حبابكم عشرة، بنحييكم من جنوب مدينة الخرطوم وحلقة جديدة من الشروق مرت من هنا. حلقتنا الليلة من منطقة وادي عجيب والعزوزاب، نتمنى لكم مشاهدة طيبة مع حلقة اليوم أولى محطاتنا ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، بنحييكم من حلقتنا الليله في العزوزاب، محطه جديده وسؤال جديد ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل معكم في حلقه من العزوزاب ونحن في محطه في حي وادي عجيب، صح؟ نعم. نحن سعيدين بأهلنا ناس وادي عجيب اللي قابلونا بالحفاوه والاستقبال. بنسال سؤال يا اخواننا، العارف الاجابه خشمه، ها؟ لما يجوا المايك كثير يقول الورق يشيل بعد جايزه القدام، والله نزعل للحي ذي خلي خشمه ملح ملح. انت منو؟ انا وداد الحاج سليمان. وداد مرحبا بك، استاذه صح؟ نعم. في وادي عجيب؟ في الذخيره القرانيه. الذخيره القرانيه ما شاء الله اساس؟ ايوه اساس. هنا المدارس منتشره؟ الحمد لله متوفره كثير. كثيره؟ اي. في اي منطقه في مدارس؟ اي في اي موقع مناسب كده، في يعني الناس اساس ثانوي كله؟ اي متوفره المدارس. رياض اطفال؟ في موجود ما شاء الله، التعليم ذاته تاريخه قديم يا اخواننا في المنطقه دي. انا بسالك سؤال ببدا بك انت، والعارف الاجابه عنده. شرق الزلط في مسجد وادي عجيب، شفتيه؟ نعم. اي بشرق الزلط بغادي. اي وادي عجيب ده منو المسمى عليه المسجد وادي عجيب؟ وادي عجيب ده من اهالي المنطقه دي ذاته، وكان زول بصير في المنطقه دي ذاته. وجد المنطقه، جد ناس المنطقه دي، والمنطقه سميت بوادي عجيب. وادي عجيب اصلا زول عادي كده وسموا عليه المنطقه؟ لا بصير، كان بصير. بصير؟ اي سمت عليه المنطقه. اي سمت ده المسمى عليه مسجد وادي عجيب. اي طيب ناخذ اجابه، نتمناك التوفيق، نتعرف عليك. الطيب عبد الغفار عبد الرحيم من اهالي وادي عجيب. مرحب بك. اي اصلا وادي عجيب دي عبد الله. اي وادي عجيب دي يعني داست من السلطنه الزرقاء. وادي عجيب دي زي ما قالت الاخت بصير، واللي خلى انه وادي عجيب تسهر في واحد جاب له وبنته ما بتسمع. اي فقام طيب عليها بالبلدي، والحمد لله جلست معه 15 يوم، وهذه نشرته في الجرايد واثرت وادي عجيب. طيب ده اللي سمى عليه المسجد؟ ده اللي سمى عليه المسجد وادي عجيب. وادي عجيب؟ وادي عجيب. من العبد الله؟ من العبد الله. يعني ما شخصيه معروفه، هو بس زول شيخ يعني؟ شيخ، وكان بطيب رجل كسرت يده، اتكسرت، لكن ما ظهر اسمه وادي عجيب الا لما عمل للبدي سماعه بعد الله وكتبوه في الجرائد، ومنها ظهرت وادي عجيب. الكلام ده متين؟ طول يعني له قريب 40 سنه. 40 سنه في جرائد؟ والله جابوها في الجرايد. هاي كانت جريده الراي العام ولا الايام زمان؟ زمان ايام الصحافه. ايام الصحافه. ما شفنا القميص هذا المشخطه دي قديمين خلاص. الحمد لله. تعملنا قمصان مشخطه. تعرف عليك؟ معتصم محمد عبد الله بله. معتصم من وين؟ من وادي عجيب. وادي عجيب. نعم. مسجد وادي عجيب اللي بقى شرق الزلط، مسمى عليه منو؟ عليه وادي عجيب محمد سليمان. وادي عجيب محمد سليمان. اللي هو شنو؟ شيخ وبصير ورئيسنا هنا في وادي عجيب. كويس الأمة هنا يعني، هي كلام نحن نسمع ونمشي به. يا سلام. آه ولو كلمته ماشية، وزول بيسمع على وادي عجيب. بيسمع على وادي عجيب. نعم وبصير وبعاد من هنا ليه بدون مان بيجوم، وزول مشهور. طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. نعم. نتعرف عليك؟ عبد الرحمن محمد أحمد. عبد الرحمن من وين؟ من وادي عجيب. من وادي عجيب. مسجد وادي عجيب الشرق الزلط يسمى على منو؟ سمع على وادي عجيب البصير. وادي عجيب؟ البصير. البصير. أيوه. طيب ناخذ اجابه، نتمناك التوفيق، نتعرف عليك. خضر رحمه عبد الله. من وين؟ وادي عجيب. وادي عجيب. قطع هنا غالي ولا رخيص؟ والله يعني مناسبه ما غالي يعني. بكم؟ 30 40 45. القطع؟ نعم. يا اخوي ما اشتريت قريب. ماجر ولا بيتكم؟ ماجر. طيب وادي عجيب يسمى على منو المسجد بتاع وادي عجيب؟ والله وادي عجيب ده الشيخ وادي عجيب هنا. الشيخ وادي عجيب؟ نعم ايوه. انتشر انه قديم الزمان. سكنت طولت هنا؟ سكنت 15 سنه. ما شاء الله 15 سنه سويت توضع؟ ايوه 15 سنه يوم واحد تدفع؟ نعم. لا حول ولا قوه، ان شاء الله ربنا يديك عماره، قول امين. نعم. ان شاء الله نلقاك في الطابق الثاني. تعرف عليك؟ الله يكرم يوسف. من وين؟ من الشجره. الشجره. طيب سؤالنا، مسجد وادي عجيب شرق الزلط تسمى على منو؟ يا الشيخ وادي عجيب. شيخ وادي عجيب. طيب مرحبا بك، نتعرف عليك. الاسم مجد سليمان مصطفى. من وين؟ من ابناء وادي عجيب. وادي عجيب. مسجد وادي عجيب البقع شرق الزلط في العزوزاب هنا
سموه علي منه؟ على عجيب ذات عجيب جدا الكبير عجيب محمد عجيب. ايوه كان اساسا بصير. نعم. سماه بالاسم باسمه عجيب ذاته. قاموا المسجد ده اساسا من يتخطى سنه في السبعينات جات مراته لنا جمعيه خيريه اسمها فتحيه دي اساسا حبت الفكره ذاته بتاعت المسجد ذاته. ومن هناك طبعا الغريه غريه بتاعت اسمها ود عجيب. بس كده قاموا سموا المسجد ده مسجد ود عجيب. سمع عليه ولا ايش؟ ايوه سمع عليه. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك منه. عبد الماجد علي بابكر محمد عجيب. عبد الماجد علي بابكر محمد عجيب. محمد عجيب يعني ود عجيب جدك؟ جدي طوالي. يا سلام يا جدك بيبقى لك شنو؟ جدي طوالي عم ابوي طوالي. عم ابوك؟ نعم. ما شاء الله حضرت الزمن ده. نعم. المسجد العمل بتاع ود عجيب ده نعم او علي منو سموه؟ علي سمته علي من سيدته فتحيه عبد المتعال. نعم. علي باسم حي ود عجيب. طيب. ده اللي هو شرق الزرق. لا سموه ود عجيب ليه المسجد؟ سموه المسجد ود عجيب لانه في منطقه ود عجيب. ايوه علي ود عجيب. علي ود عجيب ذاته علي ود عجيب. طيب صحيح كان رجل بصير وكذا. نعم لا هسه هسه ولد وبصير هسه لا هسه ولد وبصير. بيعالجوا شنو؟ بيعالجوا اي عرق النساء الكسر اي رطوبات اي حاجات كده بيعالجوا لا هسه هسه تمشي له تلقى معه ناس بيعالجوهم هسه حاليا. يا سلام. طيب انا يسمى علي ود عجيب. يسمى علي محمد عجيب. نتعرف عليه. هاشم الحسين محمد زين. هاشم من وين؟ من ود عجيب. ود عجيب مسجد ود عجيب اللي بيقع شرق الزلط سموه علي منو؟ سموه على الشيخ ود عجيب. شيخ ود عجيب. هاي البصير. البصير متواصلين معكم نتعرف عليه؟ عمر الطيب ابراهيم من ابناء الشجره. ابناء الشجره. طيب يا عمر مسجد ود عجيب يتسمى علي منو؟ سمى على الشيخ ود عجيب. شيخ ود عجيب ده منو؟ والله ما عندي فكره عنه. انت سمعت الناس زي قالوا ولا عارف؟ لا عارف الشيخ بس لكن ما بعرف الشيخ بيعالج شنو؟ بيعالج الكسر والفقق وعرق النساء وكلام زي ده. الكلام قالها؟ اي وانت كنت عارفه كده؟ انا ما حاضره لكن سمعت. لكن سمعته هسه. طيب احنا بناخذ اجابه ونتمنى لك التوفيق نتعرف عليك. الصادق محمد حامد. الصادق محمد حامد من وين؟ من ود عجيب هنا. ايه ود عجيب ذات اصلا مسمى ليه ود عجيب؟ مسمى على الشيخ ود عجيب بصير. المنطقه ذاتها؟ ايوه. سكن فيها اول زول ولا شو؟ سكن فيها اول زول. طيب والمسجد يسمى على من؟ المسجد يسمى على الحله. اه يسمى على حله ود عجيب لانه مسجد ود عجيب. لكن ود عجيب يسمى على اسم البصير. بصير ود عجيب. نعم. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك. سليمان محمد عبد القادر من ود عجيب. مواطني ود عجيب. الله اكبر. الود عجيب الاسم جاكم من وين؟ والله هو في اسم عجيب المنجيل الكبير ذاك وعجيب ده سمي على عجيب عجيب محمد عجيب البصير هنا موجود في منطقة ود عجيب. زول بيداوي الكسر وبيداوي كل شيء. لا أصلا ود عجيب اللي سمدوا المنطقة دي هم سمى على عجيب المنجلو. أيوة جاي. المنطقة ما سمى بعد. سمى عجيب هنا عندنا عجيب الأخير ده الولد الأخير. البصير. ده. البصير. أنت حضرته؟ أنا حضرت عجيب البصير وده الكي بتاعه كمان. لا حول. ده للإرغان ولا قال لا قال للإرغان. والنشرة النشرة في اليد؟ نعم. ما في كسر ما في فصل؟ لا ما في كسر ما. أنا ما لعبت كورة الزول لأنه فصل كسر ده أنا سيرباك طوالي السيرباك بيكون مشي للبصير ده كذا مرة. لا ما فيش كسر. بغني؟ أنا كنت فنان. غنيت؟ لا الزمان لكن خلاص ما في قروش. ما في قروش. على قلب بتتذكر شيء من الغنى؟ والله يا أخي يا سهارة وما أدري كدي يعني أغنيات قديمة كدي نسمع دندن كيف يا سهارة تعالي البيت الحبيب كيف سنجست علي بتاعت محمد حسنين والصوت راح يا دكتور الصوت الله يروح عنه عدم العدادة انت عارف هسه دي الواحد ينقطع فيه ربطه صوته ده يمرق لما يقفل له برا القروش بمرقن نتعرف عليك الثقاف سيف الدين من وين؟ من ود عجيب ود عجيب مسجد ود عجيب اللي بيقع شرق الزلط يسمى عليه سمى على البصير ود عجيب بصير ود عجيب ناخذ اجابه نتعرف عليك الاسم سايم موسى عبد الوهاب من وين؟ من سكان ود عجيب المسجد يسمى على من؟ يسمى على البصير ود عجيب الولد البصير الولد يسمى على الولد مسمينه عليه بصير؟ اي عجيب ولا الولد؟ الولد مسمينه على المسجد المسجد مسمين الولد عليه ها؟ الولد ما بصير مسمينه على مسجد ود عجيب لا لا انت وقع عليه بالراحه وقع عليه شنو؟ هذا داري يعني هون
ما هم مسمينه على المسجد ودعوة عجيب مسمى على شنو؟ المسمى على الولد ذاته. الولد البصير. الولد البصير والعجيب ده عنده ولده بصير. ايوه يلا المسجد ده مسمى عليه هو ذاته. بس ده دايرانا ده بتعرف عليه. النور احمد عبد الله. النور من وين؟ من يما جوز الناقة. جوز الناقة مرحب بك. مسجد ولد عجيب يقع شرق الضلة تسمى على منه؟ تسمى على البصير ولد عجيب. بصير ولد عجيب بتعرف عليه. محجوب احمد مرسي. من وين؟ من السجانة لكن لي 12 سنة وداخل في 13 في العام ده. في ولد عجيب؟ عجيب يا ما شاء الله. شفت النعمة دي؟ نعم. يعني لقيت البلد سمحة. سمحة عيش. إن شاء الله ربنا يدي العافية. سؤالنا ولد عجيب المسجد اللي بقع شرق الضلط يسمى على منه؟ مسمى على عجيب البصير بعالي بالطب النووي بعالي الكسور. نعم. ده الشيء اللي عرفناه من الناس الأكبر مننا. نعم. ما أي كلام بيقول أي واحد ما متأكد. صح. هو الرجل كان فقيه ورجل بعالي بالطب النووي كسور غيره أمراض بتاع. حضرتوه هنا؟ أنا ما حضرت قدر جدي ولا أبوي. انا ما حضرته. الزمن ده زمان ماسكين بداله ابناءه وابناء ابناءه بيعالجوا مستمرين لسه في ولد عجيب هنا في عجوزاب مستمرين. طيب. لسه بطريقه جدهم ووالدهم. طيب ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق. طيب انا سعيدين نتواصل معكم في حلقه من العجوزاب. وقفنا مع هنا في ولد عجيب سالنا عن مسجد ولد عجيب يسمى على منه. طبعا يا اخوان معروف انهم ناس ولد عجيب عبد الله والعبد الله ديل جدهم عجيب المانجلو اصلا من زمن السلطنه الزرقاء. ولد عجيب يسمى على شال الاسم وجاء استغر في المنطقة دي استمى المسجد ده بعد ذاك عليه. هو رجل كان بصير ورجل فقيه ورجل شيخ جاء في المنطقة دي ويتبنت عليه المنطقة والاسم بقى شايل اسمه. المسجد استمى عليه زي ما قالوا بنته منظمة خيرية. وانت منو؟ وداد الحاج سليمان. وداد يا اخواننا هي اول زوج قال الإجابة الصحيحة. صفقة لوداد يا اخواننا. مبروك عليك جائزة مقدمة من قناة الشروق راح العربية. نشوف جائزة وداد يا اخواننا. هنا احنا بنحيي اخوتنا وداد الفايزة معانا في سؤالنا عن مسجد ولد عجيب. وسبحان الله يا اخواننا مرات كثيرة الجائزة اللي بنجي نديها للزول تصادف السؤال. يعني هسه احنا عندنا جبيرة مقدمة من قناة الشروق هي هدية لكسر يعني سبحان الله. لقينا الزول الرجل رجل بصير ورجل يعني بيجبر الكسور وكده. وداد فازت معانا ببوتجاز مقدم من قناة الشروق. صفقة لوداد يا اخوانا. نفتح العربية بسم الله. طب يقول لك مرحبا بكم. تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من العزوزاب وود عجيب محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. مرحبا بكم سعيدين نتواصل معاكم في حلقتنا الليلة ونحن في محطة مع هنا في ود عجيب. وأنا بسأل سؤال يا إخوان اللي عارف الإجابة يحتفظ بها لحد ما يجي الدور. في كوبري بمر بالعزوزاب يربط الخرطوم بأم درمان من ناحية الخرطوم هنا العزوزاب من ناحية أم درمان جهة المطار الجديد. نحن دارين نعرف الكوبري ده اسمه شنو؟ نتعرف عليك عما اسمك منو؟ والله انا غريب يا سيدي العزيز العزيزاب لا عندي اي طريق. لا اسمك اسمك اسمي شعيب محمد علي. من وين اصلا؟ من الخوي. الخوي دي جنب وين؟ جنب النهود والأبيض. كردفان؟ وسط كردفان هاي. ما شاء الله تبارك الله. جيت هنا للخلوه ولا جيت يعني؟ لا لا جيت عندي عند الولد ده جيت له وبس هو مقبل. بيقرا هنا؟ لا معرس بيت هنا. انا سابته هنا يعني. هاي جاي زيارة. أي. ما شاء الله تبارك الله. هناك البهايم إن شاء الله رخيصة فيه. والله عاد الضحية كيف؟ الضحية عاد الغالي فيه والرخيص فيه. هيا ما أرخص من الخرطوم؟ لا لا هذا الخرطوم ده كمان شنو الخرطوم ده حكا عايش بردك يا أخي. الخرطوم صعبي؟ صعب. قروش كثيرة؟ ما عندي قروش. قروش عند ناس بس ما نقصك والله. قروش عند ناس بس لكن الناس ده قاعدين محتالين ساكت. بس كلام رسمي والله. طيب ما عارف الكوبري اللي عملوه بيه جاي في العزوزاب دي؟ والله عاد لا ما سمعت بيه لكن سمعت بيه قالوا عاملينه لكن ما عارفين يعملوه بيه وين. لكن ما عارف اسمه. لا لا. طيب ناخذ يا نتعرف عليه. انا زين العابدين مصطفى سيد احمد. كنت ساكن ود عجيب. زين العابدين. زين العابدين؟ اي نعم. مصطفى سيد احمد. سيد احمد مصطفى سيد احمد ده فنان الله يرحمه يعني. اخذ اسم فنان. اخذ الاسم صح. الله يحفظك الله يخليك. عارف الكوبري ده اسمه شنو؟ عارفه. كوبري شنو؟ ده كوبري الدباسي. الدباسي اي داير يربط بهناك شنو؟ بهناك الصالحه طبعا. بالصالحه وشنو؟ بجاي الدباسين كوبري الدباسين.
طيب كده ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. يحيى حفظ الله محمد. يحيى مرحبا بك. من المنطقه دي؟ من ود عجيب. من ود عجيب مولودين هنا؟ لا لا ما مولودين، سكنتوا هنا؟ سكننا هنا. طيب الكوبري ده اسمه كوبري شنو؟ اسمه كوبري الدباسين. بيربط بين وين وين؟ بيربط بين ام درمان، يعني بين ام درمان اللي هو من الصالحه هنا، ايوه، والفتيحاب، وبيجي طبعا العزوزاب لحد اسمه شنو صحافات. هل تشتغل هو ولا لسه؟ لسه شغالين فيه. قرب انتهي؟ قرب انتهي. يعني تاني الواحد ممكن يناسب الصالحة بينا، يبقى نسابته بس قضعتكم. نعم. حتى الواحد قال لي ناسب من الصالحة، يقول لك السيرة تمشي لحد هناك، اخسر لي بنزين اخلي لي حتة قريبة. عرفنا انه برضو للشاحنات الكبيرة، يعني ده اصله عمله عشان الشاحنات الكبيرة تمر بجاي، يسهل الحركة من هناك بدل الشاحنات تمشي بكوبري ام درمان بجاي، تمر بالدباسين هنا. بالدباسين. طيب ناخذ الحركة، ناخذ اسمه من هنا. نتعرف عليك. محمد ادريس حسن. من ود عجيب. كباجي لكن جينا قعدنا هنا. ما شاء الله تبارك. طيب الكوبري ده اسمه شنو؟ اسمه كوبري الدباسين، بربط الصالحه ام درمان بهنا بالدباسين هنا. دي منطقه الدباسين قدام مننا نحن. ده نحن ود عجيب، بعدنا العزوزاب وبعد الدباسين. ايوه، هو بربط المنطقة دي بمنطقة، المنطقة دي بأم درمان، عشان كده سموه الدباسين. دباسين. طيب ناخذ إجابة. مرحبا بك، نتعرف عليك. أحمد عبدين نورداي. من ود عجيب هنا؟ من ساكن ود عجيب، سكان ود عجيب هنا. نعم. سكان ود عجيب. نعم. طيب الكوبري ده سموه شنو؟ كوبري الدباسين. كوبري الدباسين يربط بين وين؟ بيربط أم درمان صالحة والشقلة، يعني قلل المشوار لفة أم درمان الواو الطويلة دي، بقت بجاي زي ما يقولوا نتشة بجاي تمرق أنت في العزوزاب والدباسين والمناطق دي كده. نتشة دي عجبتني. يديك العافية أستاذ. نتشة دي بس حفشة كده. يعني بس تغمي أنت فتح تلقى روحك بمدرة. أتعرف عليك اللي اسمه منك؟ الأمير شعيب محمد علي الأمير. مرحب بك. ده والدك؟ نعم والدك. ما شاء الله تبارك الله. أصلا من الخوي؟ من الخوي. محل الخربان رخيصة والبلد مخدرة. جدا. طيب سؤالنا، الكوبري دي اسمه شنو؟ كوبري الدباسين. يربط بين وين؟ يربط من هنا لحد الصالحة، يربط العزوزاب والدباسين كده، الصحافة الشريك. صحفات شريك. طيب ناخذ اجابه. نتعرف عليه. سامي احمد علي. مرحبا بك. من ود عجيب. من ود عجيب. طولت وين؟ اي 25 سنه. ما شاء الله تبارك الله. 25 سكنت ناسبتون هنا ولا جيتوا سكنتوا هنا؟ ناسبتهم واهلي ذاتهم يعني. اهلي. اي ما شاء الله. هل حي في ود عجيب كده؟ والله تمام. ناس طيبين. حنان. ما شاء الله تبارك الله. طيب سؤالنا، الكوبري اللي عمل به هنا ده البربط بين ام درمان والخرطوم، ده اسمه كوبري شنو؟ الدباسين. بيربط وين وين؟ لصالحه ولحد ام درمانات. ومن ام درمانات يعني بتجي بشارع الدباسين لحد ما يودوك في شارع الصحافات. صحافات. ايوه. تعرف عليه؟ بلغيس جنين النور. ام العز من ود عجيب. بلغيس جنين النور. بلغيس من ود عجيب هنا؟ اي من ود عجيب. طيب سؤالنا، الكوبري اللي عملوه هنا بربط بين الخرطوم وام درمان اسمه شنو؟ ما اسمه كوبري هنا كوبري الدباسين. جنبكم. اي كوبري الدباسين ربط بين الصالحه والدباسين. صالحه والدباسين. اي بناخذ اجابه. نتعرف عليه. اخلاص جنينه النور. اخلاص مره دي اختي. اختي طوالي. ما شاء الله انا عرفتكم بالتيام. اي هو المفروض انا اكون عرفتكم بالاسم صح، لكن هو الشبه والاسم، لكن لا عرفتكم بالتيام. يعني نفس التطريزه ونفس. طيب سؤالنا، الكوبري جنبكم ده يسموه شنو؟ ده كوبري الدباسين. كوبري الدباسين بيربط بين وين؟ بيربط بين الصالحة والدباسين ويجي مري بالصحافات. بالصحافات. نتعرف عليه. مرحبا. عليكم السلام والرحمة بغناة الشروق. أنا حياة الطيب. حياة من ود عجيبين. طبعا عجيب ده ذاته جدي اسمه ود عجيب، جدي طوال الرجل البصير. أي ما شاء الله تبارك. نحن عارف. لا لا ما بنكسر القرآن. طيب الكوبري جنبكم ده اللي بيربط بين الخرطوم ومن درمان سموه شو؟ هو كوبري الدباسين، لأن من هنا علينا الدباسين وبهناك صالحة. بهناك صالحة. أي. طيب ما شاء الله. طيب في المرأة عندها نشاط هنا في ود عجيب؟ والله في. عندك كان جمعية؟ عندك كان. في والله في جمعيات يعني كده تحت الأفراح والأكراه. أها. يعني جمعيات عدة. في جمعية أم الأنفال يعني على المشتل بتاع الذخيرة هناك عندنا. لا القروش اللي بتدفعنا دي منك أنت ولا دي من الرجال؟ والله ما من الرجال طبعا، نحن شغالين يعني رباط شغالين المنزل. لكن هاي رباط المنزل يعني من الرجال والشغال بيكون منا. طيب في حاجة أنا بس والله الفضول سايدار زعل منا. قل لي بجيوب ده نسوان خلون ولا ياهو
والله ما بخلني طبعا ما بخلي القلاب ليه؟ والدول لا من الحياه قلاب جيوب والله جيوب لا ما زمان الرجال السادات بيقولوا نجيضين ما بخلوا شيء ما بخلوا شيء ما هي الرجال بدونا ليه؟ لان ما تم في يديهم ايوه مش كده المرتب كله المرتب كله يدوك ليه انت بطريقتك تاكلي تسهري بيه وتجيه بيه بطريقتك عشان بعد ما تقولي دايره ونقصوا الله يديك العافيه والله فكره برضه معنا الواحد يا اخوانا كان جاي ناس من اسود عجيب يجيب المرتب في يده اي عقدته مسك المرتب ده دير لك عروس بس شروطه تدي المرتب في يده كده ما بتختلفوا ان شاء الله ما في اختلاف خالتنا بجاي مرحب بك ازاي مرحب يا ان شاء الله طيبه الله يديك العافيه تسلم ان شاء الله تسلمي الله يبارك اللي اسم منو شام حسن محمد بشير من ود عجيب من بربر بربر مع بلد جميله وبلد خضره ويعني بلد حلوه وناس طيبين ايوه ناس حلوين دي في أي طيب عارف الكوبري البيجاي ده اللي عملوه بيربط الخرطوم بمدرمان سموه شنو؟ الدباسين كوبري الدباسين دباسين ده كوبري الدباسين بيربط بين شنو شنو؟ بين الصالحة وبين الخرطوم الخرطوم طيب بين مدرمان والخرطوم مدرمان الصالحة والخرطوم بيجاي الدباسين بيجاي الدباسين طيب شكرا لك نتعرف عليك بسمة محمد علي بسمة من ود عجيب هنا أي طيب الكوبري من دنقلة أساسا لكن مواطنين ود عجيب ود عجيب روتانا بني؟ لا انتوا المعربين طناقلة معربين ايوه ايوه ما شاء الله طيب سؤالنا الكوبري اللي عملوه به هنا بيربط الخرطوم بمدرمان اسمه شنو؟ الدباسين بيربط وين؟ يربط بين الصالحة والدباسين الصالحة والدباسين مرحب بكم متواصلين معاكم من ود عجيب ونتعرف عليه رجاء محمد إدريس عمر رجاء من ود عجيب هنا ود عجيب دنقلاوية لكن عروبي من الروم البكري ما بنرطن عربي ما بترطن انتم عربيين اي ما شاء الله طيب تكلموا لنا قبل الشباب هنا عن نشاط المرأة وانه جمعيات والافراح والاكراه يعني ثاني في شنو نشاطات في الصيف مثلا الاجازات في نشاط بتقدموه تطريز مثلا تعليم امي بس كورسات بتاعت تقوية محو امية في لا كانت فيه ووقفت صراحة أصلا متعلمين ما محتاجين لها لا كيف محتاجين لها والله في ناس محتاجين لها لكن تجمعات ما في صراحة طيب بعد ذلك بتجي تعمل كورسات تقوية للطلبة الممتحنين الممتحنين أي ومعسكرات وكذا طيب الكوبري اللي بيربط الخرطوم بمدرمان اسمه شنو؟ دباسين بيربط وين؟ الصالحة العزاء الصالحة والدباسين مع مدرمان مع مدرمان طيب ناخذ إجابة نتمنى لك التوفيق أنا سعيدين يا اخواننا نتواصل معاكم في محطتنا دي مع هن ناس ود عجيب في ظل الضحى والجبنه مدوره والناس والله خلوا لنا جبنه ونجونا جارين ربنا يديهم العافيه وبنزل عن الكوبري اللي بيربط الخرطوم بام درمان ودي ذكرتني نقطه الكوبري دي وقالوا ابو بكر والدوم راكبين المواصلات الحافله جو جنب الكوبري جنب الاستاد طبعا لاف في كده كوبري المقرن ذاك اللي بيجي جنب الاستاد استاد الخرطوم قال لي ابو بكر ده كوبري قال لي واي قال لي طيب وين المويه قال لي يا اخ ما تفضحنا ما سمحت بالمياه الجوفيه يا هم يفتكروا اي كوبري ده مويته جاريه تحت هاي ففي كباري كثير يا اخوانا زي ما بيقولوا الناس اللي بيمشوا السعوديه يقول لك والله لبن برا بقر وكباري برا مطر برا بحر نحن سعيدين نزل عن كوبري بيربط الخرطوم بام درمان في هذه المنطقه منطقه العزوزاب ود عجيب والدباسين والكوبري قلنا يا اخوانا بهناك بربط الصالحه وجهه المطار الجديد بين العزاب وقالوا يمشي لحد الصحافات هو كوبري الدباسيين كوبري الدباسيين اول زول قال جاب الصاحب يكسب معانا انت منو؟ زين العابدين مصطفى صفقه لزين العابدين يا اخوانا مبروك عليك جائزه مقدمه من قناه شروقنا مش العربيه نشوف جائزه طيب انا سعيدين باخونا زين العابدين مصطفى سيد احمد صح؟ انا ممكن انسى اسمه لكن اسمه ما بنساه زين العابدين مصطفى سيد احمد نحن بنحييك فاز معانا في قناة الشروق بجائزة عبارة عن خلاطة مقدمة من قناة الشروق صفقوا له صفقة حارق صفق طالح صفق ما جايزتك نفتح العربية بسم الله مبروك عليك صفقوا له يا أخوانا مرحبا بكم تتواصل محطات معاكم في حلقتنا الليلة من ود عجيب والعزوزاب محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض مرحبا بكم من العزوزاب سعيدين نتواصل معكم في محطة في حلقتنا الليلة سعيدين بأن ناس العزوزاب سؤالنا المنطقة العسكر فيها جيش الإمام المهدي لفتح الخرطوم جنبكم بهنا
وكان حيسموا الكوبري ده باسمه كوبري الامام المهدي، الحته العسكر فيها دي اسمها شنو؟ والله برجع الخيارات. ترجع الخيارات؟ اي نعم. انا يعجبني الزول الصريح زي ده، نتعرف عليه. محمد قسم الخالد احمد عبد الله، منطقه صالحه. صالحه؟ صالحه. صالحه بجاي؟ صالحه الناحيه الغربيه في الفتحاب، منطقه الفتحاب الناحيه الجنوبيه صالحه. الصالحه. صالحه. طيب ناخذ اجابه، نتعرف عليك. عباس عطا الله احمد. من العزوزاب؟ من العزوزاب بغرد. طيب المنطقه دي شنو؟ العزوزاب غرد مربع ثلاثة. لا العسكر فيها جيش المهدي اللي فتح الخرطوم. هي صالحه فتحاب غرب. بهناك؟ نعم. اسمها صالحه؟ نعم. كده يا اخوانا دققوا شويه. كان المفروض يسموا بها الكوبري ده باسم الامام المهدي، لانه المحل العسكر فيها لفتح الخرطوم جيش وقعد فيها. دي اسمها شنو تعرب عليك؟ مضوي خليفه. مضوي خليفه. مضوي من وين؟ من العزاب هنا. اها المنطقه اسمها شنو؟ الجمعيه غرب البحر. الجمعيه؟ تعرب عليك؟ محمد فضل اتجاهي شمس الدين. من العزوزاب؟ العزوزاب ان شاء الله. طيب المنطقه العسكر فيها جيش المهدي لفتح الخرطوم اسمها شنو هنا؟ الصالحه ان شاء الله. صالحه. صالحه. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك؟ عبد الرحيم عوض علي. ها المنطقه دي اسمها شنو؟ والله ما اعرفها لكن بقول لك صالحه بس مع الجماعه. مع الجماعه صالحه؟ مع نغرق مع الغرقانين. نتعرف عليك؟ محمد النور سليمان. من العزوزاب؟ من العزوزاب. المنطقه العسكر فيها جيش الامام المهدي لفتح الخرطوم. كرري. لا هنا كانوا داري يسموا الكوبري ده باسمه. كوبري هنا صالحة. الكوبري بتاع الدواسين هنا. اي اسمها شنو؟ هي بتقطع الفتحاب بالغرب. صالحة. صالحة. نتعرف عليك. احمد عوض الله محمد فرح من سكان العزاب. العزاب الاجابة شنو؟ المنطقة الصالحة ان شاء الله. المنطقة العسكر فيها الصالحة. نعم صالحة. طيب ناخذ الاجابة. نتعرف عليك. ياسين موسى البشير. ها؟ ياسين موسى البشير. ياسين موسى البشير. نعم. نحن كان عندنا هيدا قصيرة ما بخليك تجيبها. والله الله يعين. انت سمعت الزول الطويل؟ واحد قال ما شاء الله طويل. الله يحفظه. انا ما متعقد ليش، انا عارف روحي قصير لكن مترين صبه لتحت. واحد قالوا جابوه سكن في حله جديد، الحيطه بتجيو في الركبه كده، بيجي تاكل كيف هذا الحله يعني. كان قلت له تفضل بيعمل كيك كتشك، بيشيل من الصينيه جوا الحوش بيغادي، بيشيل له لحم وبيغمزها في الشطه وبيمشي. فسكن جديد في حله، فقال وقف في الحيطه كده، مر عجوز سريرة في الحوش شافته، هيا ولدي ما تبرك الجمل تعال بيجوا. واقف عليه حيله، بس ذكرني له ما شاء الله الزول القصير ده. طيب عارف المنطقه العسكر فيها جيش المهدي اللي فتح الخرطوم، وكان المفروض يسموا الكوبري ده باسمه كوبري الامام المهدي اللي هو كوبري الدباسين ده، منطقه اسمها شنو؟ الله تقول لي التحيه. الكوى. ها؟ الكوى. الكوى؟ لا ما اعرفه، بتكون علمي صح؟ لا ادبي. ادبي؟ يا سلام يا اخوان. طيب مرحبا بكم، متواصلين معاكم نتعرف عليه. مرحبا، محمد عبد الباقي معلم في المجلس الافريقي تقريبا. ابو سعيد. ابو سعيد. حاب ابو سعيد. ابو سعيد. طيب ناخذ اجابه، نتمناك التوفيق نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف سليمان ابو سعيد. انت من ابو سعيد ولا المنطقه؟ انا من منطقه العزاب. العزاب المنطقه ابو سعيد. ابو سعيد المنطقه العسكر فيها الامام المهدي. طيب العسكر فيها ابو سعيد. نتعرف عليك. السلام عليكم. محمد مجتبى سهري. من العزوزان. اي المنطقه العسكر فيها جيش المهدي اللي فتح الخرطوم، وكان المفروض يسمى بها الكوبري، يسموه كوبري الامام المهدي. ديته منطقه الكلاكله. القلعه. الكلاكله. القلعه. القلعه. ناخذ اجابه نتعرف عليه. صلاح جاد الحاج. من العزوزان. من العزوزان. اي طيب المنطقه شنو العسكر فيها جيش الامام؟ الفتحاب. فتحاب مربع واحد. عندها اسم معين يا اخوان؟ ما في زول عارفه. تعرف عليك؟ جميل عبد الرسول عبد الله. من العزاب هنا؟ ايوه من العزاب. المنطقة اسمها شنو؟ المنطقة اسمها الشقلة. الشقلة؟ ايوه الشقلة. طيب ناخذ إجابة، تعرف عليك؟ الاسم إبراهيم، عثمان إبراهيم. إبراهيم. نحن بنتكلم عن منطقة البقع فيها كوبري الدباسيين، قلنا يا إخواننا في منطقة عسكر فيها جيش الإمام المهدي اللي فتح الخرطوم، وحتى كان سيسمى الكوبري ده باسمه كوبري الإمام المهدي، المنطقة دي اسمها شنو؟ المنطقة اسمها الدباسيين. الدباسيين ذاتها؟ نعم. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. محمد فهمي احمد من سكان العزوزاب. العزوزاب. عارف المنطقه العسكر فيها جيش الامام المهدي اسمه؟ المنطقه على ما اعتقد الشقله. الشقله. تعرف عليه؟ موسى يوسف علي محمد. موسى يوسف علي محمد من العزوزاب. ضيف. لا لا ضيف من ابواد ولكن ضيف هنا في الدنيا. طيب سؤال، المنطقه العسكر فيها جيش المهدي اسمه؟ والله تخليت ديم ابو سعد. ديم ابو سعد. ابو سعد. ناخذ اجابه نتعرف عليه. ادم علي محمد احمد توم. ادم. المنطقه اسمه شنو؟ اسمه العزوزاب. العزوزان. طيب ناخذ اجابه من الزول. طيب انا سعيدين يا اخوانا في محطتنا دي نكون مع اهلنا في العزوزان، وسالنا عن المنطقه اللي عسكر فيها
جيش الإمام المهدي لفتح الخرطوم، وقلنا كان حيسموا الكوبري ده باسمه كوبري الإمام المهدي. الناس اختارت مناطق كان بالغرب كان بالشرق، إجابة صحيحة. الناس بس انتقلت في الكوبري بغادة الصالحة بين الدباسير، بس قالوا المناطق دي طلعت غلط. طيب هنحنا نقول جبل الصالحة، انت لك ثلاثة خيارات، جبل الصالحة، شجرة السدرة، شجرة الحضرة. عندك شجرة الحضرة، شجرة السدرة، جبل الصالحة. شجرة الحضرة. شجرة الحضرة. عندك جبل الصالحة وشجرة السدرة. جبل الصالحة. جبل الصالحة ما عندك إلا شجرة السدرة. يا أخوانا الإجابة الصحيحة هي شنو؟ جبل الصالحة. جيت جبل الصالحة؟ لا. ها؟ شجرة الحضرة إجابة صحيحة. طب قول يا أخوان. مبروك عليك جائزة مقدمة من قناة الشرق نمشي العربية. من حي أخونا جعفر عثمان الفاز معانا في منطقة، سألنا عن منطقة اللي عسكر فيها جيش الإمام المهدي لفتح الخرطوم، وهي شجرة الحضرة. والجماعة صفقوا لي، والله أنا قلت كان بيلعب كان جاب قوم مكان ضاق صفقة زي دي. حكمة بالغة فاز معانا بكيلو عكا ومقدم من قناة الشروق. ما انا حكيت لك النكته بتاعت الرباطات. بتاعت الرباطات. لقينا العكا وفي العربيه. ما مشكله. فاز ببوتجاز مقدم من قناة الشروق. طب بيقول ايه يا عم؟ مبروك عليك. مبروك عليك. مرحبا بكم، بنحييكم من العزوزات محطات المتواصلة في حلقتنا الليلة، محطة جديدة وسؤال جديد، ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل معاكم في حلقة من العزوزات. نحن في العزوزات مربع ثلاثة، سؤال يا أخواننا فيه تاريخ، هل بيعرف الإجابة مرحبا، ما بيعرفها بندي خيارات طوالي، ربنا يوفقه في خيار يختاره. نحن سؤالنا مدرسة العزوزات النموذجية للبنين والبنات اتأسست سنة كم؟ معروف إنه التعليم في العزوزات بدأ من تاريخ قديم، يعني ما تعليما جديد، الناس من بدري التعليم بدأ عندها. نبدأ نزال وبعد ذاك ندي خيارات إذا ما لقينا إجابة. نتعرف عليك أنت. محمد أحمد حمد العبيد. من العزوزات هنا؟ لا، ساكن الكلاغلة. عارفة سنة كم المدرسة؟ ما أتذكر. ما بتتذكر. بيجاي مرحبا بك، نتعرف عليك. زينب مرغني. زينب مرحبا بك، من العزوزات هنا؟ أي من العزوزات. مربع ثلاثة. طيب المدارس النموذجية البنين والبنات ده سنة كم؟ 1956. 56 نأخذ إجابة. سنة صالح. سنة من العزوزات. من العزوزات هاي. أها، سنة كم المدارس؟ مدارس سنة 76. 76. متعرف عليه؟ سامي يوسف. مرحبا بك، من العزوزات هنا. والله من الجزيرة، من عيلك. ضيفة هنا؟ أي. ما شاء الله، نازل بريد الضيف زاد. أي، ولا تشيلي هم. على يهمك. طيب المدارس العزوزات النموذجية ده سنة كم؟ والله أعلم. بالتقدير كده تغدري كم؟ والله ما هيش أختك بختك بعد. 1900 وكم؟ 52. طيب ناخد إجابة، اتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. داود عبد النور. ساكن الشكلة في تهاب. 1986. 86. نتعرف عليك الاسم منه. حبيب الله عمر. حبيب الله، من العزوزات هنا. نعم. المدرسة النموذجية، مدرسة العزوزات النموذجية للبنين والبنات، إذا سنة كم؟ 81. 81. نتعرف عليه. ابو القاسم عبد الله حمد علي. ابو القاسم من العزاب. 1962. ناخذ اجابه. نتعرف عليك. عافيه. البشير الحاشي في عبد الرحمن. مرحبا بك. المدرسه النموذجيه العزوزاب بنين وبنات داس سنه كم؟ والله للاسف الشديد ما متاكد من تاريخ نسبه، لاني كنت في الاختراب. في الاختراب. تقدر لي كم؟ ما هو الناس لسه شغالين. 64 كده. 64. طيب ناخذ اجابه. طيب انا حسيدين نتواصل مع اهلنا في العزوزاب، نتعرف عليك منو؟ انا امن ابراهيم في العزوزاب. امن ابراهيم، مرحبا بك. الله يديك الصحه والعافيه ويحججك. يا امين يا رب العالمين. رب العالمين. عجبنا ان الثياب والله، وفهمنا حاجه والله في العزوزاب، عرفنا شيء في العزوزاب. دخلتوا العيد ما جاء؟ يا العيد ما جاء. العيد توبوا كيفين؟ توبوا اصلح من كده. طيب أنا حسؤالنا، مدرسة العزاب النموذجية ده سنة كم؟
لا بس ما بعرف أنا. يعني غدري قولي سنة كذا. ما غدري عشان يمكن الحظ. يمكن الحظ يجيبك. العزوزاب هي ما بعرف أنت غدري قولي كده 56 55 61 على كيفك. اختاري لك رقم. اختاري لك رقم. اختار الرقم 65. 65 ناخذ إجابة. تعرف عليك. أهلا وسهلا مرحبا بتقول جادين عبد الله المصباح. مرحبا بك. عين الكم هنا المدرسه العزوزاب النموذجيه ده سنه كم؟ والله انا بنقر ساي لان انا جيت قريب غايته اقول لك 62 غايته نقرا ساي نقرا كان ديويره كده بس 62 62 ناخذها نقرا. تعال جاي مرحبا بك تفضل. بتعرف عليك معك الاخوه بتر عبد القادر. منو بتر عبد القادر؟ بتقول مرحبا بك. عارفه المدرسه النموذجيه العزوزاب ده سنه كم؟ والله ما متاكده. تنقري كم جديده؟ 967 7 اي و60. طيب ناخذ اجابه. مرحبا بك. نتعرف عليك. الفاضل محمد الشي. الفاضل سنه كم؟ 86. 86. نتعرف عليك. نادي عمر حمد الله. مدرسه العزوزاب لا 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 للبنين والبنات اذا سنه كم؟ 60. 60. نتعرف عليك. دولة عمر حمد. دولة عمر حمد من العزاب. إذا سنة كم المدرسة؟ 1965. 65. نتعرف عليه. ذكريات عبد الباقي. ذكريات من العزاب. أي إذا سنة كم؟ البنين البنات 1972. والبنين ما أعرفه. طيب نتعرف عليه. نعمان صالح محمد سعد من العزاب هنا إن شاء الله. طيب مدرسة العزاب الابتدائية للبنين والبنات التأسيس سنة كم؟ 1963. 1963. طيب نتعرف عليه. نجيان ناجي. منو؟ نجيان ناجي. نجيان ناجي. إذا سنة كم المدرسة؟ 1963. 1963. 63. نتعرف عليه. سلوى حسن خليفة. سلوى. مدرسة العزوزابة الابتدائية. 1962. 1962. نتعرف عليه. عرف التكل. منو؟ عرفة. عرفة. سنة 70. 70. ناخذ إجابة. نتعرف عليه. أمان الخير الشيخ. المدرسة سنة كم؟ 1972. 72. نتعرف عليه. أيمن عبد القادر محمد صالح. أيمن. 1972. 70. طيب أنا حس عايزين نتواصل مع أهلنا في العزوزابة. نحن في مربع ثلاثة والنسوان جن شاركنا ما شاء الله بكسرة وجيت النسوان ذكرتني نقطة. هاي في النسوان الراجل مشى شارك بجائزة فاز بجائزة 10 مليون قلنا بينط الضرب للمرة قال لا بس جهز هدومك في شنطة. المرة بالفرحة قالت له الهدوم أنا جهزة صيف ولا شتاء البلد المعشيلة هذه صيف ولا شتاء قال لا لم يشي بس ما جالك خلقة تقدين هما دائرة كله إيه كمان فرحانة قال للمرقة برا بلد صيف ولا بلد شتاء. يا أخواننا أول زول قال إجابة صح سألنا عن مدرسة العزوزاب الابتدائية للبنين والبنات تاريخ التأسيس سنة كم؟ تعال انتي ما قلت لكم بيجي زول من الما شاركوا دير ممكن يضيع الناس. انت منو؟ نعمات صالح محمد سعد. نعمات الإجابة الصحيحة 1963. صفقة لنعمات يا أخوانا مبروك عليك جائزة مقدمة من قناة الشروق نمشي العربية. مرحبا بك تعال العربية. طيب أنا نحن مبارك لأخوتنا نعمات الفايزة معانا في سؤالنا عن مدرسة العزوزاب الابتدائية. أسجع فيها الدفير ده عشان قلنا الابتدائية. شوف على الابتدائي دفروا فينا مدرسة الابتدائي حق الدين يا أخوانا الله يحفظهم. التأسيس قلنا سنة كم بنين وبنات 1963. فزتي معانا بخلاطة مقدمة من قناة شروق صفقوا لها صفقة حارة يا أخوان. مبروك عليك. نفتح العربية بسم الله. مرحبا بكم. تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من العزوزاب محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. انت منو؟ انا عوض. عوض منو؟ عوض شايب. عوض من العزوزاب هنا؟ اي. مربع كم؟ مربع اثنين. طيب انا طالما في حقل الرياضة يا اخواننا نحن نسأل عن فنان شعبي كبير من ابناء العزوزاب. فنان كبير شعبي عرف بدعمه لنادي العزوزاب من ابناء العزوزاب ده منو؟ فنان شعبي كبير. بنجي عليكم واحد واحد. بنجي عليكم واحد واحد. ويقول زول ورا يقول القدام بش البات تلفزيون الورا يسكت لحد ما تجيو. كراجي خيارات؟ اي. ما عرفته. انت منو؟ القلة عبد الحفيظ. انت منو؟ محمد عبد القادر.
محمد عبد القادر. انا قبل ما قلت لك انت روك قلت لي رايك؟ رايك والله. حس انا قايل لك اسمك القله عبد الحبيب. لا لا الفنان هو القله عبد الحبيب. فنان القله عبد الحبيب؟ اي فنان القله عبد الحبيب. اي عرف يا اخواننا بيدعموا لنادي العزوزاب. ناخذ اجابه نتعرف عليك. علي محمد حجار. علي الفنان منو؟ يعقوب اسماعيل الفنان. يعقوب اسماعيل. اسماعيل ناخذ اجابه نتعرف عليه. معك المعز احمد نور الجليل من ابناء العزاب الفنان القله عبد الحفيظ. القله عبد الحفيظ ناخذ اجابه نتعرف عليه. رياض ارباب ابراهيم الشيخ. من مربع؟ مربع واحد. مربع واحد الفنان منه؟ القله. القله عبد الحفيظ. آه. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. احمد الساري احمد. اجابه القله عبد الحفيظ. القله عبد الحفيظ نتعرف عليه. احمد طه حسين. احمد اجابه شنو؟ القله عبد الحفيظ. قال عبد الحفيظ نتعرف عليك. مصعب ضفع الله. مصعب الاجابه. قال عبد الحفيظ نتعرف عليك. عبد المنعم احمد بكر. عبد المنعم الفنان ده منو؟ قال عبد الحفيظ. نتعرف عليك. احمد عبد الله احمد الفنان ده منو؟ قال عبد الحفيظ. قال عبد الحفيظ نتعرف عليك. عاكف محمد ابو بكر. منو؟ عاكف محمد ابو بكر الفنان منو؟ قال عبد العزيز. قلنا يا اخواننا عرف بدعمه لنادي العزوزاب فنان شعبي كبير من ابناء العزاب نتعرف عليه. صالح احمد بكر. فنان عبد الله عبد العزيز. عبد الله عبد العزيز ناخذ اجابه نتعرف عليه. تاج الدين الرضي بشير الفنان القله عبد الحفيظ. فنان القله عبد الحفيظ عمنا بيجاي مرحبا بك نتعرف عليك. داود خيري. الفنان القله عبد الحفيظ. القله عبد الحفيظ ناخذ اجابه. طيب مرحبا بكم سعيدين نتواصل معاكم. سالنا عن فنان شعبي كبير من ابناء العزوزاب عرف بدعمه اللا متناهي لنادي العزاب للرياض عموم وقفاته الخيريه كبيره ضمن من الفنانين. عثمان حسين. عثمان حسين ناخذ اجابه نتعرف عليه. محمد بشير. محمد بشير فنان منو؟ القله عبد الحفيظ. القله عبد الحفيظ الشباب البيجاي قال نتعرف عليك منو؟ محمد ادم. محمد ادم الفنان. القله عبد الحفيظ. القله عبد الحفيظ نتعرف عليك. عوض ضفع الله. فنان منو؟ القله عبد الحفيظ. القله عبد الحفيظ. طيب متواصلين معاكم ونحن ما زلنا في العزوزاب نزال عن فنان شعبي كبير من ابناء العزوزاب عرف بدعمه لنادي العزوزاب ودعمه في المواقف الخيريه والرياضيه نتعرف عليك منو؟ سيد يوسف عبد القادر. الفنان ده منو؟ نور الجيلاني. نور الجيلاني نتعرف عليك. مصطفى يوسف عبد القادر. فنان منو؟ نور الجيلاني. نور الجيلاني نتعرف عليك. غفران قمر. منو؟ غفران قمر. غفران الفنان ده منو؟ محمد عوض. محمد عوض نتعرف عليه. منى عبد السلام في اللصيد. منى مرحبا بك. الفنان بنزل عنه دم. الفنان القله عبد الحفيظ يعقوب. القله عبد الحفيظ يعقوب ناخذ اجابه نتعرف عليه. وعليكم السلام. الفنان ليش منو؟ فاطمه عبد الكريم عثمان. فاطمه الفنان دم. القله عبد الحفيظ. القله عبد الحفيظ نتعرف عليه. اخلاص حسين صالح. القله عبد الحفيظ. الفنان القله عبد الحفيظ نتعرف عليه. وجمع بك القله عبد الحفيظ. يلا عبد الحفيظ ناخذ اجابه نتعرف عليه. والله اذا ما القلع عبد الحفيظ مختار عبد الحفيظ اخوه طوال. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. عليا حاتم ساكن في العزاب هنا. القلع عبد الحفيظ. عبد الحفيظ نتعرف عليه. عايش عوض القلع عبد الحفيظ. طيب احنا سعيدين يا اخوان نتواصل معاكم من العزوزاب وجينا لقينا شبابنا بيلعبوا في الكوره ما شاء الله همه ونشاط ولياقه. سالنا عن فنان قلنا من أبناء العزوزاب فنان شعبي كبير معروف مشهور بمساهماته الخيرية لأهله وقدم ما قدم لنادي العزوزاب قلنا دمنه. اتفقت الإجابات اختلفت في البسيط والأسرة أسرة فنية. أخواننا الإجابة الصحيحة هو الأستاذ القلع عبد الحفيظ. والأسرة أسرة فنية قدمت ابنه برضو عبد العزيز القلع عبد الحفيظ برضو فنان من الفنانين الشباب المعروفين. وبالفنانين تذكرتي فنان ما في واحد في الحلة كده فجأة بيبقى فنان صح؟ قولوا وينه؟ بتغني انت؟ بتغني؟ حفلات لكن حفلات ما بيغني حفلات عادي؟ طيب احنا سعيدين قلنا في فنانين كده اولاد حلة الواحد بتمشي معاه والظروف كده هنا بيجيب لي بنطلون جينز وتيشيرت يفلفل الشعر ويعمل لك فيها فنان. فقالوا في واحد اولاد الحله كده انه قال بيقول لي جيب خمسه يجي لاولاد الحله ما معك 10 كده طايره ما معك خمسه نظبط الفته يا شباب هنا بقى يغني. في واحد اخوه جاي من السعوديه عريس داري يجيبه جاء وقال لي اخي ها نعمل للاخو ده حفله كده. قال لي والله مليون. شنو؟
قال بشد بناطلين قال لك بصوتنا باقي عندك لهسه لي انا بمليون؟ قال لي يا اخي ما انت عارف العدادات زادت. قال لا اسمحوا لي انا بدي 50 بس. قال لي خلاص ما تزعلوا 950 ما بيناتنا. فنان منقص 950 الف بيشتغل ب 50. انت منو؟ انت منو؟ محمد عبد القادر. محمد عبد القادر اول زول قال اجابه صحيحه. صفقه حاره لمحمد. مبروك عليك جائزه مقدمه من قناه الشروق نمشى العربيه. شوف الجائزه. طيب محمد عبد القادر فاز معنا بسؤالنا عن فنان من ابناء العزاب قدم كثير لمنطقه العزاب ولنادي العزاب، هو الفنان الشعبي الكبير القلاع عبد الحفيظ. محمد فاز معنا بمكوى مقدمه من قناه الشروق. طيب ما في مشكله ما تزعلوا، نبدلها له بخلاطه مقدمه من قناه الشروق. ولا تزعل ولا تزعل، بوتجاز مقدم لمحمد. بوتجاز لمحمد يا اخي. تلفزيون لمحمد. صفقه حاره يا محمد. مبروك لمحمد. صفقوا له. شكرا لاهلنا في العزوزاب، ود عجيب اهل العلم والفن والثقافه والتنميه، هل قابلونا بحفاوه وطرحاب كعاده اهل السودان. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا الليله من ود عجيب والعزوزاب. حتى الحلقه الجايه بترككم في امان الله ورعايته، بقول لكم دمتم في امان الله.